فالوسيلة العظمى عندهم أن تفرغ الأمة من جميع أنواع العصبيات، وحصل لهم ذلك في كثير من بلاد الإسلام، ففرغ كثير من المسلمين من الانتماء إلى عقيدتهم، فرغ كثير من المسلمين من الانتماء إلى لغتهم. فتسمع في كثير من بلاد الإسلام المنادات بالوحدة في الأديان جميعا، حتى يكون أهل الإسلام وأهل النصرانية وأهل اليهودية وأهل الشرك جميعا كل يعبد ربه الذي يختاره، ولا يكون ذلك مقيما للعداوات التي يسمونها الطائفية. وهذا نوع من أنواع التفريغ الديني للمسلمين بخاصة، لأن المنطقة المسلمون هم المسيطرون فيها وهم الكثرة الكاثرة، فإذا فرغوا من هذا الانتماء وفرغوا من هذا هذه العصبية حصل اختلاط وحصل عدم حمية وعدم موالاة في الدين، وذلك من أعظم أسباب الضعف الذي يصيب المؤمنين.